وبركاته. شكرا شكرا للدكتور فكري عطا السفير عن بلدة ميت عزوز. أخشى أن أنسى، فاسمحوا لي أن أتقدم بباقة ورد نادرة الوجود لقريتنا الحبيبة جديدة الهالة وسفيرها الحاضر. اليوم نناشد كل من يستظل تحت سماء بلادنا الحبيبة، نناشدكم أيها الحضور والجمع الكريم، نناشد كل أب وكل أم، كل شيخ وكل صغير كان أم كبير، حتى الجنين في أحشاء أمه نناشده. تمسكوا بالفرصة، وبالله ولله وتالله إنها الفرصة الأخيرة. لذا قصة بعنوان لماذا هذا الرجل؟ لماذا هذا الرجل ياسر عبد العاطي؟ لن أجيب عن القصة إلا من خلال القصة، والإجابة حقا في القصة. لا أنافق ولا أجامل، فرأيته دوما سباقا بكل جهد جهيد في كل أعمال الخير. فأهلا بك ياسر عبد العاطي. من السهل أن تصل إلى القمة، حقا من السهل أن أصل إلى القمة، ولكن من الصعب أن أحافظ عليها، ولكن بعودة ياسر عبد العاطي سنحافظ على القمة. التحدي والاستسلام، نعم التحدي والاستسلام والصبر والإصرار. أذكر له موقفا حينما كان يلعب في فريق متعالي، وكنا في تمرينة بسيطة، فكانت تأخذه الحمية، وكان دائما لا يحب أو يرفض أن ينهزم. فبقول له ده تمرين يا كابتن، في إيه؟ قال لي المرارة طعم واحد، طعم الهزيمة واحد، إن كان تمرين أو ماتش رسمي. إنه ياسر عبد العاطي يبتغي وجه الله. إنه ياسر عبد العاطي الإتقان والجودة والسعي للتعلم من أجل من حوله. إنه ياسر عبد العاطي العهد والتفاني والأمانة والكلمة. إنه ياسر عبد العاطي، وفي النهاية وخلاصة القول، ياسر عبد العاطي يرفع شعار أنا منكم وبكم ولكم ولكم. أحبائي، بحلول ياسر عبد العاطي نائبا عنا تحت قبة البرلمان، نائبا عن دائرة مركز المنصورة ومحل الدمنة، نرفع شعار إننا أبناء وطن صغير ميت علي. وبحلوله نائبا ممثلا عنا نستطيع أن نطمئن بعد خوف، ليكمل مسيرة الجبل الرجل الأب الخلوق الحنون الأستاذ المحاسب حسن المتولي. والله والله تغلب علي صبغة تخصص علم النفس والصحة النفسية إن الأستاذ حسن المتولي حينما كان يمسك الآن بكلمة ليلقيها على مسامح حضراتكم، إنه يتحدث من القلب، يصعب عليه أن يخرج كرسي من بلدتنا الحبيبة. فدائما متعالي الرائدة، وستكون متعالي الرائدة، شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، لن يخرج الكرسي من متعالي. نرفع شعار وطننا الصغير نحن لك، نطمئن بعد خوف، فقد أصبح لنا درع وسيف. ومع كلمة الخلوق الخلوق الأستاذ ياسر عبد العاطي، فليتفضل.